مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب جرقية سوق أربعاء للزمان، جولة داخل هذه الجرقية. شوفوا العديد من الأشياء الجميلة والنادرة تقدر تلقاها تماعي داخل هذه الجرقية. بقاو معنا في جولة اكتشفوا أهم الأشياء اللي تقدر تلقاها داخل هذا الجرقية. بن سليمان السوق الاسبوعي الاسبوعي الاربعاء. إذن دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب جوطية سوق أربعاء بن سليمان. شوفوا معنا العديد من الأشياء الجميلة والنادرة تقدر تلقاها كتباع داخل هذا الجوطية. هذا هو الجرس.
إذن دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في فلازلتم تتابعون معنا هذا النقل المباشر مباشرة من قلب الجوطية جوطية سوق الأربع بن سليمان. العديد من الأشياء كتباع داخل هذا الجوطية. نحن في جولة داخل هذا الجوطية باش شوفوا شنو كيتباع، أشياء جميلة والأشياء نادرة اللي تقدر تلقاها بداخل هذا الجوطية. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في فنبقى لي إلا نودعكم بعد ما كنا معكم جولة قلب الجوطية جوطية سوق أربعاء بن سليمان. كنا جولة هامة وشفنا العديد من الأشياء الرائعة والجميلة كتباع بداخل هذا الجوطية. ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدينا الكرام دمتم في رعاية الله ونلتقي في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.